بسم الله بابن الروح القدس إله واحد آمين. أخوتي الأحبة، قراءة آية يومية من سفر الأمثال 3 عدد 5-6. الكتاب المقدس يعلمنا: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. آمين. مبارك اسمك يا رب. أخوتي الأحبة، لو تلاحظون في هاي الآية نقدر نقسم الآية 3 أقسام. اللي أول مرة نبدأ من القسم الثاني، ويقول وعلى فهمك لا تعتمد. لا يكون لك أي اعتماد على نفسك، وليس عندك تكبر بأنه أنت شخص ذكي وتعرف الكل، تعرف أكل ماكو. الجزء الثاني هنا يقول توكل على الرب، على توكل على الرب بكل قلبك. آمين. مبارك اسمك يا رب. عندنا شواهد عدة ماكو الكتاب داخل الكتاب المقدس يعلم يعطينا معلومات أكثر عن هاي الآية. والشاهد الأول هو من سفر إيرميا 17 آية 5. أول مرة نبدأ بآية 7: مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله. آمين. كنت كان كله على الرب، ورب دائما صالح ودائما يريد الخير لنا. فنجي على الجزء الثاني من الآية اللي تكلمنا عليها، يقول وعلى فهمك لا تعتمد. احنا ما نفهم، ما نعرف أي شيء، ما نعرف بالمستقبل. اللي يفهم كثير يكبر نفسه، هذا الكبرياء. الشاهد الثاني على هذا الجزء هم في سفر إيرميا 17 آية 5، يقول هكذا قال الرب: ملعون الرجل الذي يتكل على إنسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيد قلبه. آمين. من هنا يتكلم ملعون الرجل على يتكل على إنسان، حتى لو يتكل على نفسه باعتبار إنسان ليكم ما راح يكون شخص مبارك. والجزء الثالث من الآية يقول في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. آمين. مبارك اسمك يا رب. الله من تطلب من عنده الله رب صالح، دائما يعطيك قوة، يعطيك حكمة في تمشية الأمور مالك. وعندنا دليل، عندنا شاهد منا على هاي الآية، هو من المزمور 34. داود يقول في هذا المزمور: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قديسيه، لأنه ليس عوز لمتقيه. أمين. الأجبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. أمين. مبارك اسمك يا رب. نجي على تأمل يجي مع آية اليوم: الثقة لا يمكن أن تكون بنصف قلب، أما أن تكون ثقة كاملة أو أن تغيم بالشك. لذا وكما نواجه التحديات اليومية في الحياة، أو بينما نبحث عن أجوبة في مشاكل عميقة وصعبة، فلنضع ثقتنا الكاملة في الرب، فلنسأله حكمته وإرشاده بينما نقوم باختياراتنا، فلنمجده على الخير الذي في حياتنا، ونسعى لبركته في الأيام القادمة. لماذا؟ لأنه يتوق أن يباركنا بالحياة الآن في كل الأوان. آمين. الصلاة تجي مع آية اليوم: يا رب، يا ربي أنا أضع ثقتي بك، من فضلك أرشد خطواتي بينما أسعى أن أجلب لك المجد. ساعدني في القرارات التي أواجهها، أعطني بصيرة بينما أسعى أن أؤثر في الآخرين وأشارك نعمتك معهم. أعطني الكلمات الصحيحة لأقولها لكي يكون لدي تأثير فادي على حياتي وأصدقائي وبين زملائي. باسم يسوع ربي ومخلصي وفادي أصلي. آمين. أخوتي الأحبة، نشوفكم فيديو ثاني. ربي يبارككم. صبحا على خير. Good night.